يا مرحبا، اهلا بك. كذلك معنا عبر سكايب الدكتور سليمان ناصر، استاذ الاقتصاد بجامعه ورقلة. دكتور اهلا بك، صباح الخير. صباح النور، واهلا بك بساده المشاهدي قناه النهار وبضيفك الكريم. يا مرحبا، شكرا لك دكتور، نورتنا. ابدا بك الاستاذ عبد القادر سليماني. القمه العربيه المنعقده في الجزائر لاول مره يتم التركيز بهذا الحجم وتسليط الضوء على الجانب الاقتصادي واهميه تعاون العرب في هذا المجال ومجابهة الكثير من التحديات. تم تسليط الضوء بشكل كبير على مساعي العرب الجماعية وهذه المبادرة التي تمخت في قمة الجزائر عن تحقيق الأمن الغذائي العربي، في من طرح مبادرة جدية وهي الذهاب جميعا نحو خطة زراعية عربية موحدة. هل نجحت قمة الجزائر في الجانب الاقتصادي في رفع التحدي وأن تكون هذه القمة قمة استثنائية حقيقة؟ هناك مثل عربي يقول الأزمة تلد الهمة، وهذا ما عرفه العرب. إذا اليوم هناك العديد من التحديات الجيوسياسية، تحديات بعد جائحة كورونا، شفنا أنه كان هناك العديد من الأزمات خصوصا سلسلة التوريد، ونعرف أنه الشحن البحري كذلك العالمي قد تأثر كثير بهذه الأزمة. شفنا هناك شح إمدادات، وشفنا حتى بلدان كبيرة مثل الهند اللي عرفت ربما سياسة عزلة، أنها ما حبش تبيع ربما قمحها وأرزها وزيوتها. وشفنا ما عزز هذه الأزمة هي الأزمة الأوكرانية، نعرف أن يعني سلة غذاء العرب تقريبا 50% تأتي من أوكرانيا وروسيا، نتكلم على 50 مليون طن كواردات من الحبوب. العرب يستوردون ما قيمته 100 مليار دولار كمواد غذائية. فربما هذه الهزة وهذا جعلت العرب أمام حتمية، أمام حتمية الاتفاق اقتصاديا. وهذا ما كانت القمة الجزائرية، هي قمة اقتصادية ربما بامتياز، والاقتصاد أخذ حصة الأسد، خصوصا ربما التحديات الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن الزراعي. وشوفوا حتى في المخرجات، هناك مخرجات واستراتيجيات موحدة في إطار تضامن عربي موحد، في إطار يعني شراكة واستراتيجية أو تكتل لنقول تكامل اقتصادي وتكتل اقتصادي في مجال الزراعة، مثل شفنا مبادرات دولة السودان، مبادرة كذلك دولة تونس، حتى الجزائر كذلك، في إنشاء ربما يعني رؤية عربية موحدة أو سياسة زراعية موحدة من أجل الوصول إلى اكتفاء ذاتي. فشفنا كذلك أن مجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اتفق العرب في ظرف ساعة على 24 بند في اتفاقية فيها يعني جانب أمن الغذائي، فيها جانب أمن الصحي، الأمن المائي، يعني استراتيجية واضحة وإنشاء ربما استثمارات عربية وتشجيع التجارة البينية العربية التي لا ترقى إلى مستوى الوطن العربي، الذي ربما المداخل يعني تاع الدول العربية هي في حدود 2.4 تريليون دولار، لكن نشوفوا يعني التبادلات لا تتعدى ربما 13%، فهذا يعني أرقام ضعيفة جدا. فاليوم قمة الجزائر هي بمثابة قمة توافق، قمة إجماع، وقمة ربما إقلاع اقتصادي واستراتيجية عربية مشتركة، وانطلاق هذه الشراكة العربية البينية. دكتور سليمان ناصر، هل مهدت قمة الجزائر لمسار جديد وربما بعثت هذه الرؤية العربية الموحدة وهذا التوافق العربي حول ضرورة الذهاب إلى التعاون معا إلى الاستجابة الجماعية للدول العربية لهذه التحديات وأبرزها طبعا الأمن الغذائي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، كما أشار ضيفي الكريم، يعني التكامل الاقتصادي العربي يعني اصبح ضروره تفرضها الظروف، يعني لا مجال فيه للاختيار، يعني كما يقول المثل مكره اخاك لا بطل، وهذا نظرا للظروف الكثيره يعني التي مر بها الوطن العربي سواء سابقا ولا حتى من وقت قريب، بمعنى ظروف كورونا. نحن نعلم بأن العالم كله مر بأزمة اقتصادية صعبة بسبب الإغلاق، ثم جاءت بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت كثيرا على إمدادات الغذاء في العالم، ونحن نعلم بأن روسيا وأوكرانيا مجتمعتين يعني يموينان أو يوفران حوالي 30% من احتياجات العالم من القمح. إذا كل هذه الأشياء جعلت العرب يعني يستغلون فرصة القمة العربية في الجزائر في نهاية سنة 2022 هذه، فلتعزيز التعاون الاقتصادي العربي. ولكن أعتقد أن المشكلة لا تكمن في الإمكانيات المتوفرة، لا تكمن في الحجم الهائل من الثروات الطبيعية التي يملكها الوطن العربي، كل هذا يعني معروف ومتوفر ويعرفه القادة العرب ويعرفه المواطن العربي إلى آخره. لكن الآن يعتقد أن الشيء الذي ينقص هو الرغبة والإرادة السياسية،
وأخشى ما أخشى يعني أن تكون الخلافات السياسية العميقة ما بين الدول العربية يعني شئنا ما أبينا، سواء يعني بظروف خارجية، الظروف التي تمر بها كما نعلم يعني اليمن والسودان وليبيا والعراق ربما بحجم أقل إلى آخره، أو حتى الخلافات البينية مثلا أبرزها الخلاف الجزائري المغربي إلى آخره. فأخشى أن تكون كل هذه الخلافات السياسية تنعكس على التعاون الاقتصادي العربي، لأنه احنا نعلم قاعدة أنه التعاون الاقتصادي دائما يكون انعكاس لصفاء العلاقات السياسية. فأعتقد أنه الآن العرب عليهم أن يسعوا إلى تصفية الخلافات السياسية وإلى نبذ الخلافات ووضعها جانبا ويكونوا براغماتيين. وربما أوضح مثال هو الاتحاد الأوروبي، يعني كنشوفوا مثلا الظروف التاريخية التي مرت بها العلاقات بين فرنسا وألمانيا مثلا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. يعني ألمانيا خرجت محطمة من الحرب العالمية الثانية، وفرنسا كانت من أعداء ألمانيا في هذه الحرب، ولكن الآن أصبحت دولتان متجاورتين في نفس الاتحاد. لكن هذا المثال الذي أشرت إليه دكتور سليمان، لماذا لا يطبق على المثال العربي وعلى الحالة العربية؟ أنت أشرت إلى الخلافات السياسية في البلدان العربية، أيضا في خلافات سياسية في دول الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي انبنى على أنقاض شراكة في مجال الحديد والصلب، وبالتالي شراكة اقتصادية، تعاون اقتصادي، في خلافات سياسية إلى غاية اليوم بين فرنسا وألمانيا، فرنسا وبريطانيا، فرنسا وإيطاليا، وبالتالي خلافات سياسية موجودة في البيت الأوروبي، لكن البراغماتية في النظر إلى تحتمية التعاون الاقتصادي فرضت تعاون جدي واقع على أرض الواقع. بالتالي الخلافات السياسية شيء منطقي بين الدول، وربما حتمية يجب التفاعل والتعامل معها، لكن لماذا لا نضع الخلافات السياسية جانبا ونمضي قدما نحن كعرب في شراكات اقتصادية تعود بالنفع على هذه الدول، إن لم تكن طبعا بشكل جماعي كافة الدول العربية، على الأقل دول فاعلة تدخل في هذا المسح. والله أنت يعني أشرت حضرتك أنه الناس براغماتيين، يعني ناس عمليين ينظرون إلى الواقع وينظرون إلى المستقبل. وأعتقد أنه هناك فرق يعني ما بين الخلافات السياسية ما بين دول الاتحاد الأوروبي والخلافات السياسية ما بين دول العربية. الخلافات السياسية ما بين دول الاتحاد الأوروبي لا تخرج عن نطاق يعني الاختلاف في وجهات النظر. ربما فرنسا لديها نظرة في مشكلة، وألمانيا لديها نظرة في مشكلة، وإيطاليا لديها نظرة في مشكلة، ولكن لا تصل إلى الخلاف الحاد والشحن الإعلامي، وربما حتى تصل إلى قوة السلاح. هذا لم نراه ما بين الدول الأوروبية، لذلك يعتقدون أن الخلاف شيء طبيعي وشيء محمود، ولكن دائما يكونون عمليين في النهاية ويبحثون على المصلحة المشتركة. لكن الاتحاد والبلدان العربية أنت ترى الآن يعني الخلافات العميقة، الشحن الإعلامي، يعني ربما حتى بعض الأمور تصل إلى المواجهات المسلحة. فأعتقد أن هناك فرق. علينا أن تكون لدينا، بالرغم من أنه دكتور تصريحات كل القادة العرب الذين حضروا في قمة الجزائر فيه إشادة بمخرجات وإعلان الجزائر، في هذا الروح الإيجابية التي سادت على الأقل في تصريحاتهم، وبالتالي هل نلمس أنه فيه بداية أو الدخول هذه الدول في مسار على الأقل فيه قناعة اليوم تترسخ لدى هذه الدول حول حتمية الذهاب إلى التعاون على الأقل في المجال الاقتصادي والزراعي؟ نعم، هذا ما قلته بالضبط. يعني قلت الآن يعني التكامل الاقتصادي العربي أصبح مفروض، أصبح شيء تفريضه الظروف، لا خيار لنا فيه. وأعتقد أن هذا هو الشيء الذي بدأ يقتنع به القادة العرب. يعني أعطيك مثال، مثلا منطقة التجارة الحرة العربية دخلت حيز التنفيذ في سنة 1998، يعني من وقت طويل جدا، على أن يتم التفكيك الجمركي تدريجيا ويصل إلى 80% في 2004 و 100% في 2005. بمعنى لما يصل التفكيك الجمركي إلى 100% في 2005، يعني تقريبا حوالي قريب نلحقوا إلى 20 سنة باش يعني نكون انتهينا من مشكلة التفكيك الجمركي وننتقل إلى الطموح الأكبر، وهو الاتحاد الجمركي العربي. والاتحاد الجمركي العربي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ أو يطبق سنة 2015، وإحنا رأنا في 2022. إذا ما هو المشكل الآن؟ المشكل هو دائما الخلافات السياسية ما بين دول عربية. أتمنى أن تكون هذه القمة قمة الجزائر، والظروف التي مر بها العالم كما ذكرت حتى لا أكرر الكلام، يعني ظروف كورونا، ظروف الحرب، هذه المرة أن تكون حافز يعني التطبيق الفعلي، لأنه كل شيء جاهز، يعني كل شيء
مقرر من قبل، ولكن الآن المشكلة في التنفيذ. نعم ممتاز ممتاز، نقطة مهمة، المشكلة في التجسيد على أرض الواقع. أستاذ عبد القادر، البعض يقول لك أنه قمة الجزائر حملت أشياء جديدة، قرارات جديدة وفكر جديد لتطبيقه على أرض الواقع في البلدان العربية. عندما تعلن السودان بعد يومين تقريبا من ختام أشغال القمة العربية أنها ستعمل أو ستقوم بتجسيد مخرجات هذه القمة على أرض الواقع، هل هذا يجسد ربما هذه الرؤية العربية الجديدة بعد هذه التحولات التي ذكرها الدكتور سليمان في الساحة الدولية؟ صحيح، اليوم نشوف رؤية عربية مشتركة، ومن مخرجات القمة قمة الجزائر هو ربما العمل وفق استراتيجية اللي موجودة، هي رؤية 2030 أو يعني سياسة التنمية المستدامة للجامعة العربية ل 2030. وحتى الجزائر يعني ضربت أروع الأمثلة، نتكلم على الشراكة والاستثمار الجزائري الموريتاني. شوف مثلا الجزائر استثمرت تقريبا 800 كيلومتر بين في يعني فتح طريق بين تندوف وزويرات والذهاب حتى إلى استثمار في موريتانيا. بالنسبة لتونس كذلك هناك ربما يعني عمل كبير وشراكة بين الجزائر وتونس. لدينا كذلك الاستثمارات ربما القطرية الجزائرية سنتحدث عنه. صحيح، فاليوم السودان مثلا تعتبر سلة يمكن لها أن تكون هي سلة الغذاء، السودان ومصر يكون هما سلة الغذاء العربي. لكن تصريحات الجانب السوداني هل هو ربما إشارة واضحة أنه حقيقة قمة الجزائر كانت فارقة وأنها حملت آليات ستجسد على أرض الواقع؟ لأنه تصريح مهم جدا. هي قلنا قمة مخرجات قمة الجزائر الجامعة العربية تقريبا هي أنمت عن توافق وإجماع عربي خصوصا في الجانب الاقتصادي. نعم ربما نسينا الجانب السياسي وتعدينا خلافاتنا كما قال الدكتور، ربما حتى نعطيك حتى أمثلة بين الصين والهند، هناك خلافات يعني في ميدان الحدود، لكن نشوفوا ربما التقارب هنا حتى منظمة البريكس اللي تعتبر الهند والصين من يعني الكبريات الدول اللي منظمها في لواءه. فاليوم العرب اتفقوا أن يروحوا يمشيوا في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في جانب الاستثمارات والتجارة. السودان اليوم فتحت أبوابها، قالت نعم اليوم كل أبواب الاستثمار في ميدان الزراعة وفي ميدان كذلك الفلاحي. نعرفوا تقريبا السودان لديها ثروة فلاحية كبيرة، ثروة فلاحية نتكلم على 50 مليون ربما رأس بين الجواميس والأغنام والماعز. فاليوم ربما السودان حتكون هي سلة الغذاء العربي مع استثمارات، يجب يكون هناك تمويلات ربما تمويلات يعني جزائرية خليجية باش نروح إلى مقاربة جديدة، إضفاء قيمة مضافة. اليوم لماذا قطر ولا الجزائر ولا السعودية أو مصر يعني تستورد القمح من أوروبا وما تستوردوش يعني تستثمر في السودان وتولي يعني كأنها ملكها، تستثمر في إيطاليا في الجنوب الجزائري، آلاف الهكتارات متوفرة، المياه الجوفية متوفرة، اليد العاملة متوفرة، وكلفة الإنتاج رخيصة. صحيح. وبالتالي كل الظروف موجودة ومتاحة ومهيئة، فقط الإرادة السياسية والجدية في تجسيد هذه الرؤى. خصوصا أخ مولود أنه حتى كما تذكر السيد عبد المجيد تبون سيد رئيس الجمهورية أنه إشراك القطاع الخاص اليوم لأول مرة في الجامعة العربية نتكلم على القطاع العام والقطاع الخاص، معناته اليوم مستثمر عربي، مستثمر جزائري، مستثمر سوداني أو قطري أو خليجي، يعني تكون بيناتهم يعني تفاوض مفاوضات، تكون هناك يعني بيزنس وأعمال في إطار مقاربة رابح رابح، مقاربة براغماتية. نتكلم كذلك يعني يجب إعادة يعني تحيين منطقة التبادل الحر الكبرى العربية والسوق العربية المشتركة، ونوصل الى التفكيك الجمركي. يجب انه يعني مقررات قمه الجزائر نوعا ما تكون ملزمه من الجانب الاقتصادي. وفيها 24 توصيه تم المصادقه عليها للذهاب نحو خلق واقع اخر. صحيح. في الشراكه العربيه البينيه، سواء فيما يتعلق باتحاد جمركي او منطقه عربيه، تفعيل المنطقه العربيه الموجوده وتجسيد هذه الرؤيه في سوق عربيه مشتركه. وايضا فيه ايضا اشاره واضحه من الجزائر انه لا يجب فقط ان تكون المعاملات التجاريه بين البلدان العربيه، نريد ايضا استثمارات بقوه ما دام المال موجود في الوطن العربي وهذه الفرص الاستثماريه ايضا متاحه. وهذا من اسمى يعني الشراكات اللي موجوده اليوم في العالم، انه نخرجوا من طابع التجاريه. هو مع ذلك نشوف انه التبادلات التجاريه العربيه شحيحه جدا، نتكلموا على تقريبا في حدود 130 مليار دولار، وهي يعني شحيحه بالمقارنه اذا قارناها مع مبادلات العرب مع دول العالم. يعني الدول العربيه تصدر ما قيمته
1200 مليار دولار الى الى العالم، 70% منها ربما بترول وغاز وبتروكيمياء، وتستولي تقريبا ما قيمته 1400 مليار دولار من دول يعني من الصين ومن الهند ومن اسيا ومن امريكا، لكن تبقى التبادلات التجاريه شحيحه. مع ذلك تبقى الاستثمارات البينيه هي اهم شيء واهم يعني تعطي قيمه مضافه صحيح. وتعطي يعني بيئه اقتصاديه وتخلق لك نسيج، تخلق لك نسيج صناعي وزراعي وتوفر لك يعني مناصب شغل صحيح. وتساهم في الناتج الداخلي الخام. ممتاز. دكتور سليمان ناصر، أبرز التصريحات العربية ركزت أو القادة العرب ركزوا على معطى جديد، الأمن الغذائي، كيف يمكن نجابه وتكون الاستجابة عربية موحدة لهذا التحدي المتعاظم إن صح التعبير، كيف سيقوم العرب في التنسيق أو العمل معا لربما تحقيق هذه الاستجابة الجماعية وتحقيق أمنهم الغذائي وربما الحد من هذه التبعية المفرطة جدا للأسواق الدولية. فيه مبادرة جدية وفيها تصريحات من الجانب السوداني حول خطة زراعية موحدة بين العرب. طبعا أشرنا إلى نقطة أنه الخلاف السياسي ربما سيعرقل طبعا تجسيد هذه الرؤية السياسية أو الرؤية الاقتصادية في المجال الزراعي، لكن ما مدى إمكانية تجسيد هذه الرؤية وهذه المبادرة التي تمخضت عن قيمة الجزائر؟ على الأقل نتحدث عن الجانب الزراعي. طيب، هو في الحقيقة يعني أول شيء يجب أن تكون لدينا الإرادة السياسية، وهذه الإرادة يجب أن تكون إرادة صادقة، وهذه الإرادة الصادقة تترجمها في الميدان الأفعال وليس الأقوال. يعني أعطيك مثال، ولا أنت أشرت حضرتك إلى أنه الآن الوطن العربي لا ينقصه شيء، لا ينقصه الإمكانيات ولا ينقصه الأموال ولا تنقصه اليد العاملة إلى آخره. يعني يكفي أن نعرف بأن مساحة الوطن العربي الآن هي 14 مليون كيلومتر مربع، يعني حوالي 10% من مساحة العالم، وهذه المساحة منها 200 مليون هكتار صالحة للزراعة. من بين 200 مليون هكتار هذه صالحة للزراعة، هل تعلم أخي مولود بأنه المساحة المستغلة حاليا في الزراعة لا تتجاوز 5% من هذه المساحة اللي صالحة للزراعة. طيب الآن لو نظرنا إلى مثلا السودان، بغض النظر عن المشاكل السياسية التي يتخبط فيها والمظاهرات اليومية ومع الأسف والفوضى والتي أرجعت إلى البلد إلى يعني 50 سنة إلى الوراء، ونتمنى الاستقرار لهذا البلد لأنه لا يمكن أن نقوم بتنمية بدون استقرار سياسي واقتصادي إلى آخره، وإحنا نقول بأن السودان هو سلة الغذاء العربي. طيب هذا جانب، والجانب الآخر الآن لو نظرنا إلى الصناديق السيادية الخليجية، ما يش عارف إذا كان حضرتك تسمع بما يسمى بالصناديق السيادية. طبعا نعم، لدول الخليج هذه الصناديق السيادية تمثل يعني استثمارات أموال تضخ فيها على الأقل ثلاث دول، على الأقل ثلاث دول فاعلة في البيت الخليج. نعم، يعني الأموال الفائضة من عائدات البترول والغاز إلى آخره تصب في هذه الصناديق وتستثمر لصالح البلد. طيب لو نظرنا الآن إلى الصناديق السيادية الخليجية، نجد فيها ما نقولش عشرات، نجد فيها مئات الملايير من الدولارات بدون ذكر الأسماء، يعني سواء كان السعودية أو الصندوق القطري أو الصندوق الكويتي أو الإماراتي إلى آخره. وفي نفس الوقت هذه الاستثمارات الخليجية التي تقوم بها هذه الصناديق السيادية نجد معظمها يستثمر في الغرب، في أسواق لندن، في أسواق أمريكا إلى آخره. الآن عندما تكون لدينا إرادة سياسية يجب أن تترجم في الميدان، لماذا لا يخصص جزء من هذه الصناديق السيادية من هذه الأموال للاستثمار مثلا في استصلاح أراضي السودان، في استصلاح الأراضي في مصر، في إقامة مشاريع مثلا سياحية في الجزائر. لكن يعني لكن الطرف الآخر صحيح، هذا حتى يجسد نوع من التضامن العربي لبعث هذا النوع من الاستثمارات في البلدان العربية التي هي اليوم بأمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات، إلى هذه الرؤوس الأموال. لكن كذلك مثل ما يقال رأس المال جبان، ويحتاج إلى ضمانات، ويحتاج إلى أن يرى المستثمر ربحية المشروع قبل تجسيده على أرض الواقع ويضمن ذلك. البعض يقول أيضا أن هذه الدول التي تريد استقبال هذه الرؤوس الأموال وهذه الاستثمارات يجب أن تقوم بإصلاحات هيكلية، تقوم باستقطاب أو تعمل على استقطاب هذه الاستثمارات العربية. ولذلك قلت لك أخي مولود لو تبعت كلامي قلت لك السودان، نستطيع أن نطلب الدول الخليجية لتترجم الأقوال إلى أفعال
وتأخذ جزء من الصناديق السيادية وتستثمر في استصلاح الأراضي الزراعية، لأن البلد في حاجة إلى رؤوس أموال. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن أجبر المواطن الخليجي على هذا الشيء إذا لم أحل مشكلة الاستقرار السياسي في السودان. أنا تمنيت لو كان يعني في بيان ختامي يعني ولو إشارة صغيرة. صحيح هو ممثل السودان موجود في الدولة وهو رجل عسكري حتى لا يحرجونه، ولكن تمنيت لو كانت إشارة ولو قليلة أنه نتمنى أن يتوفر الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في السودان الشقيق حتى يكون بالفعل سلة الغذاء العربي إلى آخره. حتى الصناديق السيادية دكتور، حتى الصناديق السيادية لن تغامر باستثمارات بالمليارات إن لم تكن البيئة مواتية لنجاعة ونجاح هذه المشاريع. نعم، ولكن معليش حتى إذا كان أخذنا حالة السودان التي تسمى سلة الغذاء العربي وما فيهاش استقرار أمني ورأس مال جبان، أنا معك، ولكن الآن الاستقرار السياسي متوفر في الجزائر. صحيح. الاستقرار السياسي متوفر في مصر، فبالتالي في الجارة تونس، في الجارة تونس نستطيع الآن برؤوس الأموال الخليجية هذه الضخمة نستطيع أن نقوم بإصلاحات يعني لأراضي شاسعة في الجزائر وفي مصر وتشغل يد العاملة إلى آخره. لأنه الآن مثلا إذا كان نتكلم عن الأمن الغذائي العربي، نحن نعلم بأن الغذاء يأتي بالدرجة الأولى من الفلاحة، وهذه الفلاحة الآن لا تشكل سوى حوالي 13% كمعدل في كل الدول العربية من الناتج الداخلي الخام، وإحنا نقدرين نرفعها إلى 20 أو 30% نظرا للإمكانيات المتوفرة. فلذلك أعتقد أنه صحيح هناك عدم الاستقرار، هناك الجانب الأمني، رأس المال جبان، كل هذا أتفق معك، ولكن ليست كل الدول العربية تعاني من ظروف أمنية. ولهذا دكتور كنت دكتور النقطة جد مهمة. نعم. ولهذا ربما يجب الذهاب نحو تفعيل هذه الشراكات البينية على الأقل بين الدول البارزة التي توفر فيه هذه الشروط على الأقل في حدها المتوسط لضمان تجسيد هذه الرؤية الجديدة وهذه الروح الجديدة على أرض الواقع. نعم، وفي الحقيقة يعني احنا ركزنا على الفلاحة كما قلنا، لأنه الفلاحة هي المصدر الأساسي للغذاء وهذا شيء معروف، ولكن في نفس الوقت هناك مجالات أخرى. يعني مثلا أعطيك مثال في المجال السياحي، الجزائر الآن لديها إمكانيات سياحية هائلة. صحيح. لماذا لا يستثمر الخليجيون الآن في مركبات سياحية في مجال الصناعات الخفيفة، في مجال الصناعات التحويلية، كل هذا في مجال الطاقة. يعني مجالات كثيرة وكثيرة جدا للتعاون في مجال الخدمات، في مجال اقتصاد المعرفة. نعم، كل هذه المجالات أعتقد أنها مجالات واعدة، ولكن في نفس الوقت في حاجة إلى رؤوس أموال، ورؤوس الأموال متوفرة خاصة في دول الخليج. صحيح. نعم. ممتاز. أشرت إلى الحالة الجزائرية طبعا لاستقطاب هذه الاستثمارات العربية. الجزائر من البلدان التي سارعت خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى تجديد البيئة القانونية المحفزة على الاستثمار طبعا، والتي جاءت في قانون الاستثمار الجديد طبعا عملت على توفير هذه الظروف المواتية والمريحة والتي تستطيع طبعا استقطاب هذه الاستثمارات. نتحدث اليوم عن الاستثمارات العربية ونجحت في ذلك. الدبلوماسية الاقتصادية أيضا تحركت بقوة عندما نرى رئيس الجمهورية يقوم بالزيارة إلى الكويت وإلى قطر وإلى دول أخرى ويلتقي رجال أعمال من قطر ومن الكويت أساسا، وأيضا فيه إنشاء لجنة تقوم بالإشراف على مرافقة هذه الاستثمارات القطرية أو الكويتية وغيرها في الجزائر. هل اليوم الجزائر مرشحة لاستقطاب، مرشحة بقوة لاستقطاب هذه الاستثمارات في ظل ما قامت به من إصلاحات؟ الجزائر شهدت طفرة كبيرة اقتصادية على الأقل في المجال الفلاحي، كنشوفوا ربما نشوف شهادة المنظمة العالمية للتغذية وحتى منظمات عالمية أنه ترشح ويعني نصبت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا في ناحية الأمن الغذائي. ونشوف حتى الإنتاج الفلاحي في الحبوب الصعد ربما من 2.5 مليون طن إلى 4 مليون طن سعيا ووعيا من الدولة الجزائرية أنه التحكم في سلاسل القيم يعني من البذور، شفنا استحداث بنك البذور، الأسمدة شفنا يعني استثمارات كبيرة لدارتها شركة أسمدة مؤخرا في مجال الأسمدة، فتح مناجم الفوسفات والذهب حتى إلى الصناعات يعني التحويلية في الأسمدة الأزوتية والأسمدة الفوسفاتية. كذلك شفنا مؤخرا سوناطراك دير يعني تمضي معاهدة واتفاق مع المنظمة العربية للإنماء الزراعي لتستثمر، هو عبارة عن صندوق استثمر
في تقريبا 15 دولة عربية، نشوفوا يعني هناك ناتج محلي خام تساهم به الفلاحة في الجزائر تقريبا بقيمة 15% فهناك طفرة اقتصادية في الجزائر، هناك تمويلات كذلك، اليوم شفنا حتى أسعار تدعيم الشعير والحبوب للفلاحين ربما زاد، يعني هذا كله نعمل في ظرف سنة أو سنتين، ما تنساش أنه جائحة كورونا و2022 كانت سنة غير عادية نظراً لشح الموارد ربما العالمية من أسمدة، نعرفوا حتى روسيا وأوكرانيا ما زالت تسيطر على الأسمدة العالمية، فاليوم اليوم الجزائر دارت طفرة، وحتى تغيير البيئة القانونية، قانون استثمار جديد، عقار فلاحي جديد، الأرض اليوم في الجزائر لمن يفلحها، يعني حتى شفنا ربما حتكون هناك شراكات مع قطر، مع أمريكا، مع دول أوروبية، دول حتى مع روسيا في 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 في, في ولاية البيض، في تيارت، في في الغواط، في 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 العديد من ولايات، الذهاب إلى الصراع يعني الزراعة الواسعة والزراعة الصحراوية، ترشيد أساليب الري والري يعني عن طريق الري الذكي، نتكلموا حتى استعمال الدرون في الفلاحة. اليوم الجزائر دارت خطوة عملاقة لتحيين بيئتها حاضنة ربما لهذه الاستثمارات صحيح. العربية. دكتور سليمان ناصر، ربما حقيقة التكامل العربي بشكله وبمفهومه الواسع سيكون صعب، وصعب تحقيق هذه الأحلام إن صح التعبير على أرض الواقع، لكن البعض يضرب بعض الأمثلة عن شراكات عربية جديدة بدأت تجسد على أرض الواقع، توافق سياسي كبير جدا، وأيضا بداية تعاون اقتصادي كبير. نتحدث عن الحالة والتعاون الجزائري القطري، استثمارات قطرية جدية، البعض يقول لك الطرف القطري جدي في استثماراته، ولمسنا ذلك في عدة جوانب في عدة استثمارات قطرية الآن في الجزائر. وبالتالي هل نقول اليوم بأنه هذا الشراكة وهذا التعاون بين قطر والجزائر سيكون مثال يحتذى به بالنسبة لبقية الاستثمارات بين الدول العربية؟ نعم، يعني بالنسبة للاستثمارات القطرية في الجزائر، ربما يعني السادة المشاهدين لا يعلمون بأن قطر يعني الشقيقة حاليا تسيطر على حوالي 74% من حجم الاستثمارات العربية في الجزائر، يعني معظمها ولا الأغلبية الساحقة من الاستثمارات العربية، 74% من الاستثمارات العربية في الجزائر هي استثمارات قطرية، وبالتالي تأتي على رأس الدول العربية المستثمرة في الجزائر، وهذه تتجسد خاصة في مصنع بلارة للحديد والصلب في جيجل باستثمار أكثر من حوالي 2 مليار دولار أو أكثر، كذلك في مجال اتصالات شركة أوريدو، كذلك رأينا مؤخرا من أيام قليلة الاستثمار الضخم في المستشفى، نعم المستشفى القطري الجزائري، الجزائري نبدأ به، الجزائري القطري الألماني اللي راح يحلنا مشكل كبير في نقص الهياكل والذهاب إلى الخارج إلى آخره، كل هذه لاحظ. وهذا يجسد أيضا نوع من تضامن، نقطة مهمة دكتور، يجسد نوع من تضامن العربي في هذا الاستثمارات. معليش خليني أكمل الفكرة. تفضل. لاحظ أخي مولود هذه كلها انعكاس للعلاقات السياسية الصافية والممتازة جدا بين الجزائر وقطر. صحيح. لماذا تكون هناك دولة أخرى؟ لأن العلاقات السياسية الصافية والممتازة بين الجزائر وقطر، وحتى نقدر نقول لك الصداقة القوية ما بين الرئيسين تبون والأمير حمد هي التي أدت إلى كل هذه الشراكات. فلذلك أقول وأؤكد، الأمير تميم، إذا كان العرب أرادوا أن يكونوا يعني ناس براغماتيين عمليين، فلذلك عليه أن يحلوا حبينا ولا كرهنا الخلافات السياسية وتصفية الأجواء، لأنه ربما نحن لم نصل بعد إلى أن نكون ناس عمليين وبراغماتيين كما قلنا مثل ناس ولا زعماء الاتحاد الأوروبي. صحيح. فلا أقول هذا الكلام يعني من باب فقدان الأمل الخاطئ، وإنما أقول بأنه الآن نسعى قدر الإمكان إلى تنقية الأجواء السياسية وتوفير الاستقرار والأمن في كثير من البلدان، ولكن هذا لا يمنع أن نكون براغماتيين ونضع الخلافات جانبا وننظر إلى المصلحة المشتركة وهي مصلحة الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي للعربي. وأعتقد أن العلاقات الجزائرية القطرية في المجال الاقتصادي يحتذى به وربما تكون مثال واعد للاستثمارات الأخرى، خاصة الاستثمارات الخليجية التي ربما تحتاج إلى ظروف معينة، تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وتشريعي وقانوني وكذا،
وقطر ربما تشجعت وتفتح المجال لبقية الاستثمارات الخليجية، وليس قطر فقط يعني من باب الأمانة حتى نكون منصفين، قطر كما قلنا تحوز على أغلبية الاستثمارات العربية في الجزائر، ولكن هناك استثمارات مثلا سعودية في الجزائر، صندوق الاستثمار السعودي الجزائري موجود في الجزائر ويستثمر في بعض المشاريع، ونتمنى أن تلحق بها دول أخرى خاصة يعني دول الخليجية ممتاز. الأخرى. ممتاز. أستاذ عبد القادر، الاستثمارات القطرية في الجزائر يقول لك الأستاذ سليماني تترجم هذا التوافق السياسي، وعندما يتوفر هذا التوافق السياسي نرى مثل هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة. هل اليوم هذه الشراكة بين الجزائر وقطر ستشجع بلدان أخرى؟ تفضل وذكر الصندوق السيادي السعودي على القدوم في الجزائر. الجزائر قامت بإصلاحات وتحيين المنظومة والمناخ مناخ الاستثمار بشكل عام، هل سيمهد هذا لشراكة أيضا مع دول عربية أخرى ستكون بنفس الحضور بنفس الاستثمارات أو ربما أكثر في الجزائر في السنوات المقبلة؟ صحيح، العلاقات الجزائرية قطرية توصل إلى علاقة الامتياز وشراكة استراتيجية، كما تكلم الدكتور هناك تقريبا أكثر من 2 مليار دولار استثمارات مباشرة قطرية في شركة يعني في بلارا وفي شركة أوريدو، وما ننساش هناك تقريبا 115 شركة قطرية جزائرية موجودة على الأرض الواقع. وحتى اليوم قطر الجزائر تعول على قطر في تمويل والبنية التحتية، نتكلم على السكك الحديدية شمال جنوب، نتكلم ربما حتى وفيه وفود رجال أعمال قطريين جاءوا للجزائر في حتى في الأسابيع الأخيرة. تصريح رئيس الغرفة القطرية أمس للوكالة الجزائرية للأنباء أنه اليوم القطريين عندهم رغم متشجعين كثير ومتحفزين أنهم يدخلوا ويستثمروا ربما في السياحة في الفلاحة في البنى التحتية. نعرفوا أن القطر قوية كثير، قطر دارت طفرة قوية منذ اكتشاف الغاز في السبعينات وبداية يعني الاستثمار في القطاع الغازي خصوصا الغاز المسال. اليوم قطر ثاني دولة في تصدير الغاز المسال ب 77 مليون طن مباشرة بعد أستراليا، ويمكن لها أن تتجاوز أستراليا في ربما 4-5 سنوات. لدى قطر جهاز ضخم اسمه جهاز قطر للاستثمار تقريبا قيمته أكثر من 350 مليار دولار، يستثمر في 80 دولة منها البنك الصيني الزراعي. معناتها قطر عندها رؤية بعدية واستشرافية تستثمر حتى في بنك الزراعي في الصين. فاليوم قطر يمكن لها تدخل الجزائر وتستثمر في القطاع الفلاحي قطاع الزراعي البنى التحتية السياحة وحتى في المناطق الحرة التي تريد الجزائر مثلا أن تنشئها في يعني في معابرين أو حدودين وحتى في الموانئ. اليوم الجزائر عليها أن تستغل موانئها. كنت نتكلموا على منطقة بلارة، نتكلموا على ميناء جنجن، شفنا يعني يوم 1 نوفمبر كانت اتفاقية بين السيد تبون والسيد تميم بتوسعة يعني الاكستنسيون تاع مشروع بلارة ليوصل إلى 250,000 طن حديد يعني إنتاج حديد سنويا. فمن زيب يقولوا أذكياء ويكون عندنا يعني ميناء جنجن من أكبر الموانئ في البحر المتوسط، هو يعني والميناء شرشال الحمدانية، فيمكن استثمار في العلاقة الممتازة الموجودة بين قطر في إحداث طفرة. نعرج على استثمارات أخرى، استثمارات كذلك مصرية، هناك العديد من الشركات المصرية متواجدة في الجزائر، استثمارات كذلك كويتية سعودية في مجال ربما الصحي أردنية وفي مجال كذلك البنوك. فيجب الاستثمار في عمق العلاقات وفي الاستثمار في الدبلوماسية الجزائرية اللي عادت وتربعت على عرش يعني الدبلوماسية الإفريقية والعربية في جذب رؤوس أموال في إطار مناخ أعمال راه مواتي ويعني بيئة اقتصادية مواتية. ممتاز. ضيفي في البلاطو دكتور سليمان أشار إلى نقطة مهمة، عودة الدبلوماسية الاقتصادية التي قادها رئيس الجمهورية سعد المجيد تبون خلال زيارته إلى قطر وكويت وبلدان أخرى. البعض أعاب ربما على الجانب الجزائري في السنوات الماضية أننا لم نروج حقيقة الوجهة الجزائرية، لم نبرز فرص الاستثمار موجودة في الجزائر، وبالتالي في حتى رجال أعمال عندما يأتون للجزائر تلمس عندهم نوع من الانبهار، هذه هي الجزائر، هذه هي الإمكانيات صحيح الموجودة في الجزائر. وبالتالي اليوم فيه نظرة جديدة، فيه دبلوماسية اقتصادية فاعلة، هل بالترويج الجيد طبعا للفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر في استثمارات عربية قوية تقودها قطر، لكن هل باستطاعتنا ربما أن نتحدث عن أرقام مضاعفة في السنوات القادمة؟
نعم والله انت اخ مولود فكرتني في شيء، يعني نقطه مهمه جدا. يعني انا زرت القاهره في العديد من المرات، يعني واش لاحظت يعني ظاهره غريبه، انه هناك انزال، يعني هناك جيوش نقدر نقول من الاخوه الخليجيين يعني يقضون الصيف في القاهره، رغم ان القاهره يعني منطقه حاره في الصيف، يعني بارده في الليل ولكن حاره في منتصف النهار خلال شهري جوليا واوت. فكنت اقول مع نفسي، وهذه يعني ربما في التسعينات وغيرها، كنت اقول دائما اتساءل مع نفسي، هؤلاء المستثمرون يعني حتى المواطنون العاديون الخليجيون او رجال الاعمال، لو راوا مثلا كما يقولوا النسيم العليل، او راوا يعني الجو المنعش في جيجل او في سكيكده او في عنابه او في القلا الى اخره، اكيد سينسون القاهره تماما، يعني طبعا بين قوسين مع احترامي للاخوه المصريين. فاعتقد انه الان لم نروج بما فيه الكفايه، ربما كنا اقتصاد مغلق في العهد الاشتراكي، ثم جاءت بعده العشريه السوداء والازمه الامنيه، كل هذه الظروف صحيح مررنا بها، لكن الان ان الاوان في 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 عالم متفتح، في عالم قريه صغيره. لا انا على ذكرت لك المجال السياحي، صحيح. انا نعرف ضيفك الكريم يعرف انه هناك يعني ما يسمى بنشطاء الفيسبوك او صناع المحتوى في اليوتيوب، الان يعني ياتون من مصر وياتون من دول الخليج الى اخره، كافراد يعني كمبادرات فرديه، ويروجون للوجهه السياحيه الجزائريه، يعني يصورون كما يقولوا اشرطه فيديو لكي يرى العالم او يرى المواطن العربي جمال الغابات في القاله او جمال الغابات في جيجل الى اخره. واحنا نشكرهم من هذا المنبر. صحيح، ولكن الان المفروض هذا العمل لا يقوم به افراد يعني بصفه فرديه، وهم مشكورين على كل حال، ولكن المفروض تقوم به وزاره السياحه عن طريق المنشورات، عن طريق الافلام الوثائقيه. وايضا انت اشرت الى نقطه مهمه جدا، وهي البعثات الدبلوماسيه. رئيس الجمهوريه اكد كثيرا على دور البعثات الدبلوماسيه، سواء في افريقيا ولا حتى نقدر نقول المثال ينطبق على الوطن العربي. اذا اعتقد انه ان الاوان الان لكي نعرف بما حبان الله من طبيعه، من خيرات، من مجالات، في يعني كلها واعده للاستثمار. ربما اعطينا المثال للسياحه، وينطبق على كل شيء، ينطبق على كما نقولوا احنا للمستثمرين في الزراعه، المستثمرين في الصناعه الى اخره، كما اشار ضيفك الكريم الان، ربما كثير من المستثمرين لا يعرفون بان هناك اراضي خصبه في الهضاب العليا، في البيض، في تيارت، في المنيعه الى اخره، والمياه متوفره، وكل هذا دورنا نحن حتى نعرفهم ونعمل اشهار لهذه الاماكن. يعني يا دكتور، البعض ربما يذكر دائما بمثال الوادي، استثمارات بسيطه من مستثمرين جزائريين، الخضر والفواكه من الوادي تذهب الى كندا، الى دول اوروبا، الى دول الخليج، وبالتالي ماذا لو كانت الاستثمارات كبيرة وبمليارات الدولارات في هذا الحوض الفلاحي المتميز في الجنوب؟ صحيح، وهذه المنطقة يكفي أن تعرف أخي مولود، ليست دائما أقول ليست لديها سدود المياه اللي موجودة في ميلا، ليست لديها أراضي خصبة اللي موجودة في متيجة، ليس يعني أراضي صحراوية رملية ندرة في المياه إلى آخره، كل هذه المشاكل. وحاليا ينتجون حوالي 30%، يعني ثلث الانتاج الوطني من البطاطا، ويصدرونه الى الخارج. فتحيه لاخواننا في واد سوف، وهي مثال كما ذكرت حضرتك للسواعد الجزائريه التي لو وجدت الاعتناء وجدت رؤوس الاموال فسوف تنتج اكثر وتبدع اكثر. يلا نختم بتوقع منك دكتور، وهذا السؤال طرحته، هل نتوقع اليوم استثمارات قويه من البلدان العربيه في الجزائر؟ شفنا حتى وفود من السعوديه على فكره، من الكويت ومن قطر، هل هذا سيمهد لحضور عربي قوي في الجزائر مستقبلا؟ والله شوف انت اخي مولود، ربما تعرفني انسان صريح، لما صدر قانون الاستثمار قلت بصريح العباره، وحتى انشرت في الفيسبوك وصرحت كثير من وسائل الاعلام، قلت بانه القانون الاستثمار هو خطوه جيده وجميله ونثمنها، وهي خطوه في الاتجاه الصحيح، ولكن إذا أردنا للمستثمر الأجنبي، أنا كنت أتكلم عن المستثمر الأجنبي بصورة عامة، أوروبي ولا أمريكي، ويدخل فيه طبعا المستثمر العربي، فلا بد من إجراءات مرافقة، إجراءات موازية. يعني القانون الاستثمار شيء جميل وشيء ممتاز، ولكن يحتاج إلى العديد من الإصلاحات اللي لازم نقوم بها بالموازات. عندنا مثلا إصلاح النظام المصرفي تاعنا، مازال متخلف جدا مقارنة بما يراه الخليجي عنده. عندنا مثلا القضاء على
ولا تقليل السوق الموازية التي تشكل أكثر من 40% من حجم الاقتصاد لأنها تعيق المنافسة مع المستثمر الأجنبي. عندنا أيضا السوق الموازية للعملة لأنه ما يقدرش المستثمر الأجنبي يولي يحسب حسابات نتاعه كل يوم بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة، ولما يوصل للعملة الصعبة يحسبها بسعرين، سعر البنك وسعر السوق الموازية. علينا أن نقضي على الإجراءات البيروقراطية الكبيرة جدا التي لا زالت ترهق المستثمر بالإجراءات وبالأوراق وبالملفات إلى آخره. أعتقد أنه العديد من الإصلاحات المعروفة والتي تعيق المستثمر الأجنبي يجب أن ننتبه إلينا، عفوا يجب أن ننتبه إليها ونقوم بإصلاحها بالموازات مع إصلاح قانون الاستثمار، باش ما نقولوش يعني إحنا درنا قانون جميل وكذا وعلاش المستثمرين ما جاوش. صحيح، نقاط جد مهمة ذكرتها. الدكتور سليمان ناصر أستاذ الاقتصاد جامعة ورقلة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الثرية، كنت معنا عبر سكايب. أختي معك دكتور عبد القادر سليماني، هل اليوم الواقع ربما يفرض معادلة جديدة؟ نتحدث عن المثال القطري، ولكن نأمل أن تتوسع هذه الشراكة ونرى استثمارات أخرى وقوية في مجالات عدة في الجزائر. ما ننسوش أن قيمة الجزائر اليوم هي دارت ربما قطيعة مع ممارسات قديمة في يعني في الدول العربية وحتى في الجامعة العربية، والنداءات كثيرة من أجل تحديث وإعادة هياكل الجامعة العربية. اليوم نتحدث عن حال الجزائر وما قامت به الجزائر. لا، اليوم الجزائر الأولوية الجزائرية الأمن الغذائي كما تكلمنا، نكملوا في الاستثمارات في الفلاحة ونروحوا إلى التحول الطاقوي ونستثمره في نفس المثال تاع قطر. قطر اليوم راحت البتروكيماويات، راحت لمادة اليوريا، وشفنا أسميدال وحتى شركة سوناطرا كيفاش راحت، ربما نوصل إلى 7 مليون طن من مادة اليوريا. نروحوا كذلك إلى الجزائر، دخلت إلى ميدان نادي التعدين والصناعة التعدينية والصناعة الاستخراجية. استثمارات نوعية. فاليوم المناجم والفلاحة والطاقة هما ربما الأولوية، والسياحة يعني كأولوية، لأنها ربما هي على سياحة وقطاع ربما يتأثر كثير بالصدمات، تجيك صدمات مثل كورونا أو حروب، يعني السياحة ربما هي ضعيفة، لكن القطاع الأمن الغذائي والقطاع التعدين المناجم والقطاع الطاقة الجزائر تتوفر الأتربة النادرة اللي ربما حتى الصين اليوم تحتاجها والهند والولايات المتحدة. فاليوم يجب تثمين مواردنا الطبيعية والذهاب إلى يعني الصناعة التكريرية والتحويلية مع إصلاحات يعني استثمارية وتدعيم الدبلوماسية. هنا نذكروا بشيء مهم جدا، هو استحداث شبابيك تاع الوكالة، وكالة الجزائرية للاستثمار، على مستوى يعني كل السفارات والقنصليات الموجودة في الجزائر في الخارج، وتفعيل اللوبي تاع القطاع الخاص الجزائري خصوصا في الدول العربية والإفريقية. على كل، نتمنى كل خير لبلادنا، وإن شاء الله هذه الاستثمارات تكون بأرقام مضاعفة في السنوات القادمة، طبعا بما ستخلقه من فرص في الجزائر على قطاع وظائف شغل، ستخلق ايضا وضع اقتصادي جديد في الجزائر. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد القادر السليماني الخبير المستشار الاقتصادي، والشكر ايضا موصول للدكتور سليمان ناصر استاذ الاقتصاد جامعه ورقلة، كان معنا عبر خدمه سكايب.